نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة دمياط ندوة تثقيفية لطلبة كلية التجارة جامعة دمياط. وخصصت الندوة لعرض إنجازات مشروعات حياة كريمة في مركز سعد، وتهدف الندوة لنشر الفكر التطوعي نظريا وفكريا للشباب من خلال المحاضرات النظرية، ولنشر الفكر العملي الميداني لمؤسسة حياة كريمة والتي يتم من خلالها رصد مشروعات حياة كريمة من منشآت وأعمال بنية تحتية لتحفيز الشباب على العمل التطوعي، والتي تشمل محاضرات داخل الجامعات لشرح أهداف وإنجازات مؤسسة حياة كريمة. احنا في ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي في لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في 2 يناير 2019 بتقوم علشان تحاول، أو هذه المبادرة بتقوم على الإنسان المصري والاهتمام بالإنسان المصري من خلال زيادة إمكانياته وكفاءاته وقدراته والاهتمام بالخدمات اللي بيحصل عليها. النهاردة بنحتفل مع بعض في استقبال حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة في كلية التجارة بجامعة دمياط. والحقيقة المبادرة دي من الأشياء المهمة جدا. مبادرة حياة كريمة تستهدف الإنسان المصري. مبادرة حياة كريمة واحدة من المشروعات الهامة على مستوى أفريقيا ومستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. شايف أن حياة كريمة بتستهدف التنمية المستدامة وتستهدف التنمية الشاملة، بتستهدف رفع مستوى معيشة الإنسان المصري، بتستهدف توفير سكن كريم، تستهدف توفير البنية الأساسية لفئات كبيرة من الشعب المصري. مبادرة حياة كريمة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 استهدفت حوالي 58% من الشعب المصري. احنا النهاردة في جامعة دمياط بنعمل سلسلة من سلسلة ندوات اللي احنا بنعملها في كليات الجامعة كلها. النهاردة في كلية التجارة، وزي ما احنا عارفين المدرج ورايا كان مليان، كنا بنتكلم عن أهمية العمل الأهلي والتطوعي، وإزاي إن حياة كريمة نقلت المواطن المصري من الفقر والجوع وعدم وجود بنية تحتية إلى اللي احنا شايفينه الوقتي. وإحنا جايين نوعي الطلاب بإن الحياة كريمة بتعمل إيه وأهدافها إيه، وإزاي غيرت المجتمع والمواطن، وإزاي إن احنا قدرنا إن احنا نعمل إن احنا 60% من المواطنين بلد بدل ما كانوا ما عندهمش لا بنية تحتية ولا عندهم أي صرف صحي ولا تعليم ولا صحة، قدرنا إن احنا نبني لهم المنشآت ونبني لهم كل حاجة هم محتاجينها. النهاردة اتبسطت جدا إن أنا حضرت ندوة عن حياة كريمة، وعرفت أهم حاجة عرفتها إن في رابط ما بين حياة كريمة وما بين مؤتمر المناخ العالمي كوب 27. من أهم الحاجات اللي عرفتها إن هما الاتنين بيهتموا بأهداف التنمية المستدامة زي التعليم الجيد والمياه الجيدة والبنية التحتية الممتازة، وعرفت أهم المشاريع اللي شاركت فيها حياة كريمة بالإنجازات بالأخص اللي عملتها في مدينة دمياط الجديدة. حضرت الندوة النهاردة عشان كنت حابب أشارك في أعمال تطوعية، واستفدت كتير جدا النهاردة، وإن شاء الله مليت الاستمارة، وإن شاء الله هقدم في التعامل التطوعي في الأعمال الجاية إن شاء الله، وأكون موجود يعني ومشارك لأن استفدت كتير منها النهاردة وبتساعد العمل في التطوع وكده. النهاردة كان في ندوة عن حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة غنية عن التعريف، عرفنا فيها أكتر عن الإنجازات اللي حصلت في كل الكرة واللي موجودة كتير جدا حوالينا. شفنا إزاي البنية التحتية اتغيرت، كمان إن ظهر حاجات كتيرة في الطرق والأساسات، وأعتقد إن أنا حابة إن أنا أتطوع في حاجة زي كده لأن أنا يزيدني شرف إن أنا أكون عضو أو متطوعة في مبادرة حياة كريمة.